المواجهة المباشرة بين حزب الله ونتنياهو إذا فتحت إسرائيل الحرب وهي تهيئ منذ أشهر لهذا الموضوع سوف لن ينعكس على العراق فقط، سينعكس حتى على دول الحياد. هناك مجموعة من الدول العربية مثل مصر، الأردن، مثل المجموعة الخليجية يعني تتبنى الخطاب الدبلوماسي وتتبنى الحلول الدبلوماسية، ولكن لا أحد يعرف. هذه الدول أيضا ضربت اقتصاداتها، ضربت ممكن أن يتطور، يعني كرة النار تكبر، لا أحد يعرف الحقيقة. فالعراق سيكون المتأثر الأبرز في هذه المعادلة، معادلة فتح جبهة تشبه جبهة غزة. بكل تأكيد لا يصب في مصلحة العراق، خصوصا وأن الحكومة العراقية لم تضبط يعني حالة التوازن. مؤخرا العراق وواد يعني جهاز المخابرات العراقي أستاذ أحمد قام بعملية نوعية بدعم أمريكي، أي أن الحكومة العراقية باستضافة قادة داعش، يعني قالت حتى على قراءة بيان العمليات المشتركة في هذه العملية بالرمادي، وكانوا يقولون يتحدثون عن الدعم اللوجستي والاستخباري بتحقيق هذه العملية التي أخذت أشهر من التحضير من قبل التحالف. يعني فإذا أنت أيضا داعش على الأبواب، يعني لا أحد يعرف ماذا سيحصل. أي عملية إرباك وإخلال بقواعد الاشتباك وتباين يحصل بالثنائية الأمريكية الإيرانية في العراق على المستوى الأمني سينعكس، خصوصا وأن السيد السوداني يفكر بالمرحلة السياسية القادمة. يعني هو يحاول أن يهدئ الأمور لأنه يمتلك طموح سياسي ويحاول أن يدخل بالانتخابات القادمة. فأي عملية إرباك تقوم بها الفصائل قد تهدم كل ما بناه السودان خلال الفترة الماضية. أنا أتفق مع جنابك، العراق سيكون متأثر. نعم.